السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين، أنحاء الدنيا كلها يعود علينا بألف خير جميعا يا رب، مشارق الأرض ومغاربها. كل سنة وأنتم طيبين، والسنة الجاية كل عام القادم نكون على جبل عرفات. كل اللي مشتاق يا رب واللي عايز يروح دلوقتي، قلت أما أعمل معاكم بقى ترمس العيد، العيد الأضحى، يعود علينا بخير جميعا يا رب. انا نقعته 8 ساعات في ميه وخلاص، هو اتعمل خالص، وقلت بقى ايه احطه على النار يغلي مثلا قيمه نص ساعه يستوي كده، وبعد كده ايه نشوف هنحط له ايه، عشان ده الترمس السريع نعمله مع بعض، قلت نعمله مع بعض ان شاء الله. وهو استوى اتفرجنا عليه، قلت اشوفه بقى كده يقعد ساعة ساعة الا ربع على حسب ما تستوي الترمسة، وبنشيل الريم ده، كل الريم ده بقعد اشيله الريم اهو، اقوم ايه شايليه اهو بالشكل ده، اشيله اهو بالشكل ده يستوي كده، دخل في استوى اهو. بعد كده احط له ايه ملح، بعد نص ساعة نحط له الملح، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ونشوفه لو عايز تاني عشان يستوي بيه ويحيق، وهو يخلص ويبرد ونشوف. الترمس استوى خلاص اهو بالشكل ده، قاعد ساعة وتعملي كده بيتفتح اهو، استوى خلاص. أول ما تعملي كده الترمسة كده اهو يتفتح، تبقى ده استوى خلاص، استوى بالشكل ده، وهيبرد بقى ونملحه وندلق المية اللي فيه ونملحه تاني ونحط له مية بملح ونحطه بقى في التلاجة وهنشوفه مع بعض. وايه الترمس السريع ده اللي تحط له المية والملح، خلاص استوى على كده، وتاكله منه بقى على طول بالشكل ده، نحطه بقى في التلاجة ويبرد ونملحه ووريه لكم. وخلص اهو بالشكل ده اهو، وهنحط له معلقة ملح تاني اتنين بس كده، عشان هو حايق طبعا، حايق طبعا. ايه هحط له بقى مية مغلية وبردة، مية مغلية اهي متكتل وبردت عشان ما يعفنش بالشكل ده، ويتحط في التلاجة ونقلبه، ناقص مية تاني ونقلبه ونحطه في التلاجة، وتسالي حلوة كده في العيد لهضم اللحوم والكلام ده، خلي المعدة ترتاح جدا. كل سنة وانتم طيبين، وهزوده بقى ايه شوية مية كمان اهوت، خلاص بالشكل ده وقلبته اهو بالشكل ده، خلص. احلى تسالي بعد ما تاكلي بقى، بيهضم جامد الدهون بتاعت اللحوم. وكل سنة وانتم طيبين وبخير، احلى تسالي، كل سنة وانتم طيبين بخير جميعا، شكرا.